الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبين يدي هذه الزلازل أيها الكرام نتذكر عظيم قدرة الله تبارك وتعالى علينا، فإنها تذكرة من الله عز وجل وذكرى يتذكر فيها من تذكر ويعتبر بها من يعتبر، ليعرف الإنسان حجمه وقدرته وحدوده، وأنه مهما فعل ومهما علا وتكبر وتجبر فإن قدرة الله تبارك وتعالى عليه عظيمة، وإن الله عز وجل عليهم قادر، وأن الإنسان مهما أراد أن يعلو على مولاه وعلى شرعه وعلى خالقه فإن الله تبارك وتعالى قادر على إنفاذ أمره فيه، فإذا جاء أمر الله قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. إن هذه الزلازل عباد الله تذكرة لنا، كما أنها تذكرة لإخواننا الذين تزلزلت بهم الأرض تذكرة لنا، فإن الله تبارك وتعالى يرسل هذه الآيات عبرة لكل من يعتبر حتى لا يتعالى على الله عز وجل أحد. قال الله تبارك وتعالى: وألا تعلوا على الله. وألا تعلوا على الله أي لا تعلوا على أمره ولا تعلوا على شرعه. وإذا كانت قد نزلت بإخواننا في الشام وفي تركيا تلك النازلة والمصيبة، فقد نزلت بنا أيضاً في بلادنا نازلة ومصيبة اسمها الاتفاق الإطاري، وقد قرأته كاملاً، قرأته قراءة شرعية ليست قراءة سياسية، قرأته قراءة شرعية مستصحباً فيها آيات كتاب الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقواعد الإسلام العظيمة التي أرساها الله تبارك وتعالى وقررها في عباده. قرأت هذا الاتفاق الإطاري من أوله ولآخره، وبدون تفاصيل كثيرة أخبركم تبرئة للذمة ونصحا للأمة أنه اتفاق علماني صارخ، اتفاق علماني يقوم على العلو على الله عز وجل في شرعه وجعل البشر حاكمين على أمر الله تبارك وتعالى ودينه وحكمه. الاتفاق الإطاري أيها الكرام يمهد لأمرين، بل يرسخ لأمرين. الأول علمانية السودان، وقرر هذا في الاتفاق الإطاري في أكثر من موضع فالاتفاق تحدث عن ثلاث مصطلحات: تحدث عن السلطة المدنية والدولة المدنية والنظام المدني. أما السلطة المدنية فالمقصود بها أن يكون الحكام من المدنيين وليس من العسكريين. أما الدولة المدنية والنظام المدني في عرف الدستوريين في عرف الدساتير العالمية فالمقصود بها العلمانية، فصل الدين عن الدولة لكنه تجميل للخطاب، تزييف للخطاب، إلباس للعلمانية القبيحة التي يرفضها عامة المسلمين والتي تقوم على نقض الدين وعزل الدين عن الحياة، عن الأسرة، عن المجتمع، عن القضاء، عن الحكم، عن الدولة، عن السياسة الداخلية والخارجية. يريدون الفرار من هذا المصطلح، مصطلح العلمانية، فقالوا الدولة المدنية وهي العلمانية، وهكذا تعريف الدولة المدنية، وهذا هو تعريف الدولة المدنية في الدساتير العالمية والمواثيق الأممية. فالنظام المدني هو العلمانية الصارخة الصريحة التي هي كفر بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله. لا يجتمع الإسلام والعلمانية في قلب رجل أبداً، فإذا دخلت العلمانية خرج الإسلام، لأن الإسلام الحكم فيه لله وحده لا شريك له. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، وفي قراءة
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. أنزله الله تعالى كتابا ليحكم، ليحكم به، بينما في الديمقراطية الحكم ليس لله، الحكم ليس لله، الحكم في الدولة العلمانية كما يقولون الحكم للشعب، والحقيقة أن الحكم في الدولة المدنية ليس للشعب، إنما لمجموعة صغيرة قالوا نحن الشعب، ويريدون أن يحكموا في زواج الناس، في أسر الناس، في أعراض الناس، في أموال الناس، في أخلاق الناس، في اقتصاد الناس، في أديان الناس، في حياة الناس، في قضاء الناس، يريدون أن يحكموا بأهوائهم هم. هذه هي العلمانية أيها الكرام، إقصاء الدين، عزل الدين الذي خلقنا الله لأجله وأمرنا بإقامته، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالقضية الأولى في هذا الاتفاق الإطاري أنه يرسخ العلمانية في بلاد السودان، والقضية الثانية أنه يؤصل للقبلية في السودان. إن الاتفاق الإطاري غايته ومنتهاه في نهاية الأمر تقسيم البلاد، تفكيك البلاد، تفتيت البلاد، بل وينص الاتفاق الإطاري على أن يكون الجيش حامل للدولة المدنية، ليس السلطة المدنية، حامل للدولة المدنية، أن يكون الجيش في البلاد حامي العلمانية، حامي حمى العلمانية. عباد الله، هذا ملخص الاتفاق الإطاري، ومن أراد الزيادة والاستزادة فليراجع أهل العلم في هذه البلاد، فإن أهل العلم أمنة الله تبارك وتعالى على شرعه، والناطقون بكلامه وباسمه تبارك وتعالى أذن الله عز وجل لهم أن يفتوا الناس في دينه، وأن يحدثوا الناس بشرعه، وأمر الله عز وجل العباد بالرجوع إليهم في كل صغيرة وكبيرة. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وعمل بشرعك وهداك، اللهم ولي علينا من يقيم فينا دينك، اللهم كل من أرادنا وديننا وإسلامنا وشريعتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بكل من أراد إنفاذ العلمانية في البلاد، اللهم عليك بكل من أراد حكم البلاد بالعلمانية، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا تجعل لهم علينا سبيلا، ولا تجعل لهم على المؤمنين سبيلا، ولا تجعل لهم للسلطة سبيلا. اللهم يا رب العالمين، نسألك بأنك على كل شيء قدير أن تولي علينا حاكما ربانيا يحكم بكتابك ويحرسه، ينقاد بكتابك ويقودنا له، لا ينقاد لشرق ولا لغرب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن ترحم إخواننا القتلى في سوريا وفي تركيا وفي كل مكان من المسلمين. اللهم تقبلهم في الشهداء، اللهم تقبلهم في الشهداء، اللهم تقبلهم في الشهداء، اللهم فرج فرج، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج حصار المحصورين تحت الأنقاض يا رب العالمين، اللهم فرج حصار المحصورين تحت الأنقاض يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا،
إنك على كل شيء قدير. اللهم آوِ المُشرَّدين، اللهم آوِ المُشرَّدين، اللهم آوِ المُشرَّدين، اللهم أنزِل السكينة على قلوب الخائفين، اللهم أنزِل السكينة على قلوب الخائفين. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والزلازل والإحن والفتن. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم نوِّر بصائرنا، اللهم ردَّنا إلى دينك ردًّا جميلًا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا أخلاقنا، اللهم احفظ علينا عقولنا، اللهم احفظ علينا أعراضنا. اللهم كل من أراد ديننا وإسلامنا وأعراضنا وأخلاقنا وديننا بسوء، اللهم فاجعل بأسه، فاجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة عليه، واجعل هلاكه بين عينيه. اللهم يا قوي يا متين، يا من بيده ملكوت كل شيء، نسألك أن تعفو عنا وأن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تحسن خلاصنا وأن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر وارحم كل من أنفق في هذا المسجد نفقة صغيرة وكبيرة، وبارك له في أهله وماله، واخلف له بخير مما أنفق يا سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.